السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج كلام الناس. كلام الناس اليوم موجود في محافظة الديوانية. اليوم راح نسوي لنا جولة ونلتقي بأهلنا حتى نتعرف عليهم وننقل أمنياتهم ومتطلباتهم، وتحديداً احنا موجودين الآن بساحة الراية. طبعاً أنا قاعد أشوف هاي ساحة الراية اللي هي تقريباً سنتر محافظة الديوانية. راح نلتقي بأهلنا ونتعرف عليهم. السلام عليكم، شلونكم؟ هاي ساحة الراية مو؟ شلونك عمو؟ لا بسين شو اخبارك؟ طيب ان شاء الله. اسف كان المفروض ندي من عندك. شنو الاخبار؟ نعم من الله خير. ديوانية حلوة ان شاء الله. حلوة ليش؟ حلوة حلوة بوجودكم انتم ان شاء الله. انتم بيها لا وانتم الله يحفظكم. شنو الاخبار؟ والله نعم الحمد لله، الوضع زين والامور زين. شلون الوضع؟ ان شاء الله خير للاحسن. قبل الامور كانت تعبانة، الوضع تعبان، خدمات ماكو. هسه بدت شوي الامور شوي اكو، بدا اعمار شغل حركة. ممتاز ان شاء الله احسن من الايام القادمه، جاي ان شاء الله افضل واحسن. ممتاز ان شاء الله. شلون هالديوانيه؟ نعم الحمد لله بخير. احنا انت تعرف ليش سموها الديوانيه؟ لان ديوانها عامر. ديوان عامر ان شاء الله مفتوح. ها بوجودكم ان شاء الله. اي والله الله يستر عليكم. شنو من يا منطقه؟ نار بدير. نار بدير بعيد عن الديوانيه تقريبا 60 كيلو 55 كيلو. مش عاجبنا لا الاطباء هنا زيارات. شلون وضع الاطباء وهذا؟ لا طباء لا سألوا سألته وإن ما كانوا كل العراق. كش فيها غالية. غالية والله الأمور تعبانة حيل، والولاد متعبانة، ظروفها متعبانة. صحيح. ليش يسوي يضطر الواحد يجي إلى طباء؟ الله يعين. يعني ما مشكور بكرة. حبيبي العزيز. الله يحفظك سالم. شلونك؟ الله يحفظك. جاينا على طباء؟ إيه إن شاء الله. إيه ممتاز. إن شاء الله ماكو شيء. الله يحفظك سالم. يلا أشوفكم خير. الله يسلمك سالم. السلام عليكم. شلونكم؟ هلا أستاذنا العزيز. أبو منو؟ حاج حسين أبو علي. والنعم. سيد أمير. والنعم والنعم. شلونكم اخباركم؟ حبك استاذ العزيز. شلونك؟ احنا ساحه الرايه قبل شويه. اي نعم قاعد. وهذا هذا السوق شنو اسمه؟ هذا شارع العلاوي. علاوي. شارع العلاوي. العلاوي يعني مثل العلاوي مال بغداد. هنا مك علاوي. هذا بشنو يشتهر هذا السوق؟ يعني هذا كل كسبت ستول بيت بيبي. كل كسبت يعني الدواريه قطاع الخاص. ممتاز. هلا عمي شلونك؟ اليوم سوق العلاوي ها؟ اي والله. اي الله يرزقك. شنو الاخبار؟ حولي ايش؟ شلون الوضع هنا بالديوانيه؟ والله الوضع كله جيد جدا، بس حاله الفقر عندنا 100%. ايش عجب؟ حاله الفقر الواد معطله بطاله، ماكو لا تعيينات ولا تجي الناس تحط لها بسطيه هنا تبيع على باب الله، الناس حاربها. كلها محاربه هنا. كلها محاربه، نسبه الفقر 100%، تعيين ماكل الوادم، وهاي تشوف الوادم هنا قاعده بالعربايه ماتك بس عزلوا بسطجه البلديه باقي عليها. ليش هنا ممنوع يفتحون على اي نعم ممنوع. بلديه شلون يعني؟ بلديه هاي موجودين قدامه كل يوم بيوم يحاسبون. زي ليش ما يسوون سوق بديل ويسوي لهم يعني فد هذا ولا حاسب هذا وين يروح اذا تعزله؟ ايش بيها الديوانيه؟ بس هذا شارع يشتغل. ديوانيه بصوره عامه ما بيها بس شارع العلاوي. اي مكان ما يشتغل بيها. حالة تعبانة باعت الخدمات الديوانية، أي خدمات ما بيها. للأسف والله. شكرا جزيلا. حبيبي أستاذ علي. شكرا. بس احنا ما سيناكم، أنتم من يا منطقة؟ أنا هاي منطقتي وسكنها. هي منطقة. يعني احنا هسه بالسنتر مال الديوانية. سنتر الديوانية هاي منطقتي مسقط راسي، هي جديدة وهي جديدة، منطقة الجديدة هي أول منطقة بالديوانية وشارع علاوي هو من الجديدة. وأنتم من يا منطقة يا جماعة؟ من يا منطقة؟ جمهور الشرقي. جمهور الشرقي. بعيده لو قريبه؟ لا ها قريبه هنا. شنو الاخبار؟ شلون الوضع؟ والله زين الحمد لله. شلون اخبار الديوانيه؟ زين ماشي امورها. خدماتها وضعها؟ والله خدماتها كلش تعبانه من ناحيه كلش تعبانه، لا من طرق لا من جسور لا من يعني خدمات بلديه كلش تعبانه. حبيبي استاذ العزيز اخبارك؟ السلام عليكم. اسم حضرتك؟ الله يحفظكم. علي سالم كاظم من اهل بدير، مطالب رئيس الوزراء والمحافظ على السيد الثاني. نعم مال آل بدير. السيد الثاني بيطسات. وين صايره آل بدير؟ قريبه منا؟ آل بدير 50 كيلو. 50 كيلو تبعد منا. صحيح. السيد الثاني طسات صارت بيه حوادث، ونطالب المحافظ ونطالب رئيس الوزراء. اي والله يعني الحوادث كل شوي عندنا. هاي حي غدير الاسكان العسكري حي العسكري مناطق تعبانه كل تحت الصفر. بس قبل كان عندكم المعامل والهذه، هسه شنو اخبارها؟ تعبانه الديوانيه على الاطلاق. كل انسدوا معمل نسيج ومعمل مطاط. وينهن؟ بدايه السقوط لحد الان ابد تحت الصفر، ماكو ما لحد الان ما فرتح. بينما هو المعمل النسيج ومعمل المطاط شغال ايش قدنا معيش كل معمل معيش ل 5000 عائله. صحيح. يعني مو شويه. بس وين راح ما اعرف لحد الان ما نعرف شنو الموضوع. شنو يستوردون؟ حتى يستوردون الديوانيه من دون المحافظات، بس هي اللي تحت الصفر
روح هذا الكوت شوف الكوت، روح هاي السماوة، هاي السماوة احنا نحكي عليها شوف. لكن اليوم يعني منشور والله يتواهون بالسماوة احسن من الديوانية، ابو الحلة يقولوا احنا احسن من الديوانية. تجي المحافظات احنا السنتر المحافظات هي الديوانية، صحيح. ابو الناصرية يجي على الديوانية، ابو البصرة يجي على الديوانية، ابو العمارة يجي على الديوانية، يعني محافظات يقلدون علينا واحنا سنتر المحافظات كلها، مع الاسف اقول. شلونك عمي؟ شلونك؟ شنو جاي طبيب شنو؟ قبل شوية سألت على الديوانية ليش سموها ديوانية؟ ديوانية سمت باسم حمد آل حمود. اي ولحد الان موجودة الديوانية بأم الخيل عشان. اي جد الخزاعل هذا. والنعم. جدي. والنعم والنعم. السبب هذا سموها ديوانية. نتشرف بكم. الله يتشرف بكم. السلام عليكم. شوكم أخباركم؟ مين من الديوانية؟ نار بدير. ها ما شاء الله كل اللي موجودين تقريبا. أيوة من سعد الثمان استاذ علي. اي أيوة والله بي حوادث كل شيء سبرياه يعني. شلونك عمو؟ اخبارك؟ هم من اهل بدير؟ لا. شنو طبيب؟ اي اي طبيب. شبيك خير؟ والله ابني. شبيك خطيه؟ ابني شو اسمه عوق جمله عصبيه. اي زين. وين وديته؟ والله الدكتور كفاح. اي وهم محتاج والله. زين خوش دكتور؟ اي خوش دكتور زين. شلون وضع الصحه هنا؟ والله ان شاء الله زين زين. زين زين دكتور الله يوفقك ان الله يرضى اي عيني ممنون هاي رحمه تسلم تسلم مشكور خلف الله عليك تسلم شنو تشتغل عمال اي بس سبع الله يسلمك ما دام تشتغل سبع ايش تسوي تهنا من الديوانيه لا لا من بغداد من بغداد تشتغل هنا اي والله اي في منطقه تشتغل وين خواله اشتغل عشت لك شلونك عمو اخبارك طيب ان شاء الله شلونك طيب ابو منو ابو احمد والنعم منك ابو احمد شنو الاخبار خير الحمد لله شلون هالديوانيه زين الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله والله اليوم فرحان تدري يعني اجتنا هواي اتصالات يقولون يابا برنامج كلام الناس ما يجينا للديوانيه احنا سبق وان اجينا مرتين وهي مره ثالثه وان شاء الله متواصلين بالزياره لهذه المحافظه العزيزه واهلها الطيبين الله يخليك بس سمعت من الاخوان شويه اكو عندكم بعض من المعاناه في المناطق اي والله اكو خدمات متكئه شويه شوارع متعبانة شوية. إيه. إيه والله. حركة ماكو شغل. مسال. أنت اليوم شادكم هنا؟ جو مسوق. سوق مسواق ما مسواق. مسواق. سوق. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. أخبارك؟ الله يحفظك. أبو منو؟ أبو علي. أبو علي. اليوم هنا بهذا السوق. إيه والله. شو اسمه هذا السوق؟ سوق سوق العلاوي. إيه. ليش اسمه سوق العلاوي؟ ما أدري والله. ما أدري. شلونك عمو؟ أخبارك؟ اليوم بسوق العلاوي. والله هذا سوق العلاوي هذا. من زمان هذا نعم سوق قديم من زمان هذا اي انت جاي هنا انا تشتغل او مسواق لا والله مسواق اي انا والعائله اي شلون وضع الديوانيه والله ان شاء الله نعم رحمه من الله الحمد لله اي والله ان شاء الله شكرا جزيلا شباب شنو الاخبار زينه الحمد لله مسواق لو تشتغلون والله اتمشال شوي بالسوق حلو حلو اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم انا مو من هنا بالمقدار بس محافظة الديوانية مفتقرة للخدمات من ناحية الماء ومن ناحية الكهرباء مفتقرة للخدمات من جميع النواحي ومحافظة الديوانية تستاهل اكثر واكثر لان شبابها ممتاز بالكرم والطيب صحيح احنا الشيعة السودانية متابعين الوجبة السابعة مال الرعاية بس حاليا طالع اسمي مرفوع البغداد بس تاخرت اي تاخرت ماكو نشتغل عمالة حالتنا شوية تعبانة اي والله مشكور بعد قلبك اهلا وسهلا القضاء الشامي نتمنى نتمنى تطلع على معمل نسيج ومعمل مطاط ليش موقفها صار 25 سنه احنا سبق وان سجلنا يومهم بحلقه يمكن تقريبا قبالها بدايه الديوانيه يعني منطقه حي الغدير طبت البارحه الشركه تسوي شارع بشارع شارع تعوفه يقول هذا مو علينا مو على هذا المقاول على غير مقاول يعني صاير بيع وشراء بيع وشراء هذا الشارع تركو هذا الشارع سوى وعلم تار يعني احنا فاتحين عرصات غير هي منطقه كلها تتبلط ايش معنى هاي بدايه الديوانيه ما مبلطه وهي واجهه الديوانيه ونتمنى تطلع عليها شكرا جزيلا شنو الاخبار شو اسمك انت بشير بشير شنو اليوم هنا اي والله شنو عندك والله راتب مال المدرسه راتب شغلات المدرسه عافيه قرطاسيه عافيه مستعد للدراسه عد يا صف انت سادس رحت السادس سبع سبع ممتاز ما راح اقول لك من تكبر شو تصير بس نريدك تطلع بالسادس وانت شاطر ان شاء الله تمام ان شاء الله تفضل عمي يوم بنقوم بالواجب تسلم شلون والله والله انا يعني من اول ما طبيت المحافظه واللي حد هاي اللحظه وياك اشوف استقبال الناس ومحبتها للضيف
وهو هذا اللي نعرفه على الديوانيه، استقبالهم ومحبتهم للضيوف. بيتك عامر، بيتك عامر. اهلا وسهلا حبيبي. قلت لي عندك شيء؟ احنا مو بس الشارع، عندنا مستشفى ما عندنا، احنا هسه اللي انصاب عندنا بقالي بدير بحادث او غيرها، النخله العفج، قضاء عفك، قضاء عفك يبعد عنا 20 كيلو، وهذا اللي انصاب بيجي حاله خطره بحادث او غيرها يعني بالطريق انت يفارق الحياه. احنا رابط بين الناصريه وبين الديوانيه قالي بدير، وهذه مسافه بعيده يعني، فنطالب بالمستشفى والامر مالها موجود، بس نريد تسريحها، تسريع التنفيذ. نطالب من هذه من العفش الديواني. اي والله والله العظيم يعني 50 كيلو هو الامر موجود، بس نريد تسريع بالتنفيذ والعمل، لانه هواي ناس قاعد تصير حوادث وما لحق بها المستشفى هو والشارع، وهي مشكورين رحم الله والديه. شكرا جزيلا. شكرا شباب، اخباركم؟ نعم الحمد لله. تشتغلون لو جاي مسواق؟ لا نشتغل هنا سباع ابطال. اسم حضرتك؟ حيدر. ابو كرار محمد. هلا هلا بيكم. شنو شغلكم؟ لا بسطيات عندنا. شلون الوضع؟ نعم الحمد لله. شو سمعت يقول البسطيات البلديه وراكم؟ اي هاي بلديه بعد امي عملها، مو شغلهم هذا. حرامات والله. شو السالفه؟ شلون وضع المحافظه؟ نعم يلا شوي ملكوبه المحافظه. ليش؟ ملكوبه ما بيها كل شيء، ما بيها لا اعمال لا شيء، لا اعمال كلش تعبانه. شو عجب؟ ما جانا محافظه يعني وقع لها، وقع لها علتها ابد 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 يعني، بدون محافظات كلها الديوانيه كلش تعبانه والله. يعني على باقي المحافظات شبابك تروح كلها خارج المحافظه، يعني الديوانيه كلش ملكوبه. يعني هسه احنا خريجين مهن طبيه، احنا البغداد يضربون بينا، شنو ذنبنا؟ احنا دفعه 23 غير لنا حق بالتعيين لو لا. يعني نروح البغداد يضربونا بالمنطقه الخضراء، شنو ذنبنا؟ اي هذه المهن الطبيه 23 الله يعيكم. شفنا خواتنا واخواننا بهذا الشكل المؤسف اللي ما كنا نتمناه، هذول اللي درسوا ودرسوا يعني خطايا شنو ذنبهم؟ طلب بس يزورونا منطقه خيري. خيري الكراد على طريق الحمزه السياحي، بس يزورونه ويشوفوا معاناته، المنطقه منكوبه من كل النواحي، هذا طلبنا بس الى تقدرون توصلون. عجب يعني انا قاعد اشوف اكثر من واحد التقي بي، اغلبيتهم يعني قاعد يذكرون مناطق تعبانه. هي كلها تعبانه بشكل عام، بس منطقه خيري يعني تعبانه كلش من كل النواحي، يعني من ما تجيها تعبان قدماتها كلش. شلونك حبيبي؟ طيب زين الحمد لله. شنو اليوم هنا؟ والله متسوق، متسوق للبيت. سبع تشتغل ولا ما تشتغل؟ تشتغل عمال ان شاء الله. سبع الله يعينك. رحم الله والديك والله يرزقك ان شاء الله. يعطيك العافيه. تسلم. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شلون اخبارك؟ الله يحفظك. اقول لك عندكم مزارع بالديوانيه مو؟ قليل مو هو. ايه. شنو اكثر شيء المعروفه به بالزراعه؟ يعني حاليا تقريبا الافطر بس. الافطر موسم شتوي بس. ايه. ماكو غيره. ماكو غيرها ابدا. والباقي كله استيراد تجيبونه؟ كله استيراد، يعني كله اغلبيته زرع ايراني لبناني بس، يعني ماكو قليل. اما التمر هو التمر معروف بعد عراق، هذا الشيء نهايه يعني. اي طبعا. وشون وضع هنا القدره الشرائيه، اقبال الناس على نقول شيء على شيء احسن، احسن من ما قاعد تشتغل يعني احسن. سبع ان شاء الله. سبع اي، بس هو هذا السوق هو اللي معروف. ها اي طبعا. أي. هو شارع العلوي. الله يرزقك. الله يفتح ابوك ان شاء الله. تفضل عمو، شنو اللي تريد تحكي احكي. اعمارنا هسه راح تصير قريب الستين، وحقوق يعني هسه ابسط شيء قطعه، احنا قاعد بالاجار، هذا عمري قاعد بالاجار، قطعه ارض ابسط شيء ما عندي. هاي الحقوق اللي احكي عن الشرطه. انت بعدك بالخدمه؟ اي والله بعد بالخدمه. الله يعينك. زين انا يعني عمري هسه 57 سنه راح 60، اقوم واقع وباقي على مود القطعه. كبار السن احنا هسه فكروا بينا. الله يعينكم فعلا. الله يوفقك. اي اي شنو الاخبار هنا؟ انت بيا منطقه؟ انا بالمعهد الفني بالاسكان. شلون الوضع؟ والله الطرق شوارع ماساه يعني. خدمات ما ادري حرامات يعني، انا ما قاعد اشوف الناس قاعد تمدح بالاشياء اللي تتمنى. ديوانيه منكوبه استاذ، ديوانيه يعني خدمات ما بيها. زين وانا احكي لك عن وضعي، انا وضعي تعبان، ذبحه صدريه وجلطه وباقي على مود. هل يعني يعطوني حقوقي قطعه ارض على مود اطلع؟ الله يعينك. زين؟ أيوة. الله يعينك، صحه وعافيه ان شاء الله. نشوفك بخير. ها شباب مدارس جاهزين؟ ها بيا صف انت؟ اول ما رحت لها اول متوسط. ما شاء الله ما شاء الله. وانت؟ انا متوسط. رحت الاول؟ ايه. مو حتى انا نفس الشيء.
شنو مستعدين؟ اشتريتوا اشياء؟ اي هو جاي نجهز للمدارس يعني. شنو راح تشترون ان شاء الله؟ هو جنار القرطاسيه بشكل عام يعني. ممتاز ايه؟ ممتاز. نريدكم ترفعون راس اهلكم شلونك؟ اسمك؟ زهرة. زهورة الوردة. زهورة اليوم شنو عندك هنا؟ شو اسمك؟ معصومة. اهلا وسهلا. شنو اليوم قاعد تسوقينهم؟ مال المدارس؟ شنو من يا منطقة خالة؟ من يلا بابا. من يا لا من يا منطقة؟ ها؟ اي تشرف. شلونك؟ ويا من جاية؟ ويا ماما. ويا ماما؟ اي شو راح تشترين اليوم؟ بدلة. وبعد حطاق وطاق. ايه واليوم شنو اليوم وين راح تروحون بعد؟ للمدرسه. المدرسه؟ ليش راح تروحين للروضه؟ ايه. سباعيه. هو متساعدين ماما؟ شنو تساعديها بالله؟ بالجدر. ها؟ بالجدر. بالجدر؟ ايه. ومن تكبرين تعلمين الطبخ؟ شنو اكثر اكله؟ كباب. كباب؟ انت تسوي كباب ولا تشتري من برا؟ ها؟ لا احنا نريدك انت تطبخين. ها؟ عافية بالوردة. شنو الاخبار؟ والله زين على تمام؟ تمام. هاي كلها مالاتك؟ اي مالاتك. مستخدم هذا لو جديد؟ كله جديد. كله جديد. شلون الوضع هنا السوق؟ والله الوضع زين. بس شويه ما عندنا مكان بلديه تكثر علينا يعني محتارين وين نروح. زين شلون وين نروح؟ ماكو مكان وكل ساعه جايين. متنا والله متنا صار لنا سنتين متبهدلين. وانت لا مغراضك حاضر. اي هسه اول امبارح اخذ اول ميز مال هذا صاحبي. طيب. اي والله ماكو ويا تروح لما حد يعني وين تروح؟ بعد متبهدلين هسه احنا متبهدلين. هم هسه مخلينا نعم الله عليهم الناس ما قصروا اربع بسطيات مخلينا. بس احنا يردون هنا مكان ما عندنا يعني هنا سد الطريق. وين تروح ما اعرف. صح ورحم الله والدك. الله يعينكم. اشكرك والديك حبيبي. شباب شلون وضع الديوانيه؟ والله الديوانيه من كوبا رقم محمد. لا خدمات لا تبليط لا نظافه لا عجب. كلها من دون المحافظات طبعا. هاي احنا جانب انا مناشده مناشده رئيس الوزراء. احنا الخريجين التربويين غير متحينين عددنا 533 من دون المحافظات. كل المحافظات رفعوا كتاب استثناء المحافظين ووافق عليهم رئيس الوزراء. نجف استثنائين حصلوا، بغداد البصرة السماوة إلا الديوانية العمارة الكوت كل المحافظات رئيس الوزراء وافق على كتاب الاستثناء مالتهم إلا الديوانية الوحيدة الديوانية المحافظ رفع كتاب استثناء بيهم البغداد والحد الآن ما أجت بي موافقة. هذا السنة 22/7/2024 رفع بينا كتاب استثناء المحافظ البغداد رئيس الوزراء والحد الآن ما أجت بموافقة. السبب وين ما نعرف. التعطيل وين ما نعرف. أروح للمحافظ يقول رافعين الكتاب للبغداد. نروح لبغداد ما نعرف الكتاب وين صار. فمناشدة من خلال قناتكم رئيس الوزراء إذا يسمعني. شكرا جزيلا. الله يهلتك بأبنائك. نريد من عندك متابعة لهذا الكتاب موجود هسه ببغداد مجلس الوزراء. نريد من عندك موافقة لا أثر لا شكرا. وإحنا عددنا قليل 533 واحد. درجاتنا موجودة بالمحافظة، تمويلنا المال موجود بالمحافظة، مجرد بس توقيع من جنابك وشكرا لكم استاذ علي. هلا ماما. بعد روحي خالتك الخالدية. اتشرف بيك. احنا اليوم فرحانين شفنا الوجه الطيب. دائما يخابرون على عمك هذا اللي ببغداد الولد. اتشرف بيك يا يما. ام منو؟ ام رعد. ماما ام منو؟ ام علي. شلون صحتك بعد؟ اليوم هنا مسواق؟ اي والله نسوق يا طلاب. لا طلاب هاي كونت عليها. شلون السوق غالي لو رخيص؟ لا الحمد لله زين. زين؟ اي بعد شو اشتريتي لهم؟ والله ملابس. الله يخليك يمه. بعد قرب اليوم عندنا بضيافتنا اليوم. الله يخليك. روح الحسين. الله يخليك. الله يوالديك. شلون وضع السوق عندكم هنا؟ لا زين الحمد لله. والله بعد زين؟ بعد قرب. ديوانيتنا منكوبه بالتصليح وبالتعمير ابد كل شيء ما بيها. تعمير ماكو. شو عجب؟
هاي بعد هاي النصار سنين حرامات والله العظيم. لا شواري تباوع للمناطق لا نجيب لا يعني هاي شامية صغيرة أحسن من عتها حرامات والله ما بيه للأسف ما بيه. الله يعينك يا يما يلا اشتريتينهم بيت بيتك عامر كلكم على راسنا احنا الباسطيات احنا مكان ما عندنا نص الشارع اي جاي نرجع لورا والبذية كل ساعة يجونا خطير والله ايوه احنا عايشين على البسطيات مناشد بس كن يعني انت تناشد بلكي يباوعون لكم حتى يسوكم طريق عدل بكت الله ناشد بكت الله يسونا طريق البسطيات يرتبوها شكرا ها ها عمو ويا من جاية ويا وين امك ها شبيها مريضة ها ويا من جاية شبيها مريضة مريضة والله هاي شبيها خطيئة عندها فتحة بالقلب خطيئة ايوه وشون وضع الصحة هنا عندكم نازين الحمد لله وقاعد تسوي لها علاج وهيجي اي يسوي لها سباعية شلونك زين انت سباعية وردة اي ها قاعد تشربين الدواء اي تحب الدواء ولا ما تحب الدواء متساعدة وياك بس ساعدها ابر اي هو ما تخاف من الابرة بعد تعودت هاي سباعية سباعية هو ما محتاج شيء سلامتك الله يخليك شو اسمك انت نور 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 الوردة ان شاء الله الله يحميها ويحفظها وما يشوفكم مكروه ان شاء الله بعد قلبي اشكر بالك عليها الله والديك بخير صحه وعافيه ان شاء الله هاك هلا عمو السلام عليكم يلا ناخذ صور تعي ويانا تعي ويانا خالو تعي 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 الله طلنا بوسه بوسه شلون صحه شلونك اخبارك هلا اختي هلا اختي تابعك من الشرقيه طبعا يا حبيبي يا اي والله انت طيب وقلبك طيب هلا عمي الشرقيه بيتكم واحنا بناء على طلبكم تجينا هوايه ايميلات ورسائل يا با وينكم ماكو بالديوانيه قلنا نجي واحنا الممنونين وهذا واجبنا بس شغله واحده الديوانيه من كوبا خدمات ماكو احكيك بصوره عامه يعني اي والله تبليط شغلات هذه هاي الناس تشوفها كلها بطاله قاعده والله حرامات يعني تجي هاي الديوانيه منطقه اصيله اهلها طيبين نعم نعم ناسها محبوبين بعدين قريبه على المحافظات يعني نص العراق تقريبا العراق اي صحيح اي والله مر غير هاي الشغله هاي الله يعينكم ان شاء الله ما اشوفكم مكروه شكرا ابو حسين حبيبي هلا بيك هسه حبيبي شلونكم شلون عمي اخبارك الله يحفظك جاي هنا تشتغل له لا عند بسطيه صاحب بسطيه اي بس هسه التقيت بشخص قبلكم يقول البساطه شويه معاناه اي والله شو اسمه بلديه تركض وراني هم حطونا خط الانسان هذا خط حطونا اياه اي بس الحمد لله شكرا انا عايش بس شو اسوي سوق وهاي الشمس وهاي كلها احنا عباد الله وين الرجعه الا شيء لنا منا احنا نرد بالناس نطلب من لا بس هذا هم خطيه طريق الناس اللي تعبوا لا منا ومنا شلون كل الباصات بالناس عرباني يسوون كل واحد متر ونعيش عباد الله الله يعينكم بعد قبل الله يعينكم الله يعينكم اسمك علوش علوش اسمك شنو اصلا علوش يعني علي ايه. علي سموك علوش ايه. علوش جيت اشتريت غراض المدارس لو لا ثاني شو راح تشتري اسمك قرطاسيه ايه. هي عافيه بيا صف علوش ثاني نجحت للثاني ايه. سباعي 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 انت يا من جاي هنا انا بابا وين بابا بالبسطيه يشتغل بالبسطيه ايه. تجي السادة عفي عليك شفتوا يساعد أبوه أنت تساعد أبوك ها ايه. عفية أنت لازم أنت بالمدرسة بيا صف ثالث بالثالث سباعي شلونك شلونك على أخبارك نعم من الله شنو شغلك بالصحيات أي سباعي أي شلون الوضع بالمحافظة لا والله مو زين شو عجب أمور تعبانة عمل ما بيها يعني ما بيها إنتاج مال عمل ما بيها يعني ماكو فرصه للشباب ما بيها كل فرصه وما بيها عمل يعني عمل ما بيها العالم اكله وقاعد على الطلبه الطالب اكثر الناس قاعده يعني الشباب قاعده بالكوفيات لا شغل ولا عمل
حرامات انا ما شفت احد التقيت به هنا المحافظ ديوانيه. كنت اتمنى اكو فرصه عمل للشباب، كنا نتمنى نشوف الخدمات بالمستوى المطلوب، بس قاعد اشوف المعاناه الناس. حبيبي علاء سمعنا خبر حلو والله. شو نسمعكم يعني المحافظه منكوبه من كل الجهات، لا خدمات لا امور صحيه، هواي هواي جايت على المحافظه. ما اعرف يعني هل من الممكن باقي المحافظات هيك مثل اوضاع الديوانيه؟ مستحيل يعني، لا بالاعمار لا بالخدمات لا بغير شيء، تعبانه كلش. مثل ما شوف عفوا الشوارع هاي تعبانه، الخدمات ماكو. هسه احنا بالقضاء وهيك زين، اذا رح المناطق الباقيه شلون؟ يعني انا اوجه مناشده من خلال قناتكم، يعني انا اعرف انتم سباقين بهيك امور، نتمنى التفات المحافظه الديوانيه لان شبابها تعبانين. يعني اللي قدام قسم انجليزي اخواني متخرجين كلهم، لا من تعيين لا غيره، عندك مواليد التسعينات 97 بشكل عام، ما اعرف شنو شالوهم من الخارطه، يعني ما اعرف. لا التسعين ماكو لا تعيينات لا خدمات لا غيره، مثل ما جاي يشوف شباب عمر الورد، لا خدمات لا موفرين لهم ابسط متطلبات الحياه. يعني قدامه كان شاب جاي اشتغل ثلاث شغلات اربعه وما ملحق على الوضعيه. الله يعينك والله، شو تسوي؟ فاني شفتك قلت من خلالكم نوجه هاي الرساله، عسى ولعل يسمعونا، نتمنى منكم توصلوا رسالتنا لان المحافظه تعبت حيل، كل ما جالها الأسوأ. فنتمنى منكم توجهون هاي الرساله رئيس الوزراء للمعنيين بالامر. شو اسمك؟ عبد الله. عبد الله ويا من جاي؟ ويا من ويا ماما. انت وين بابا؟ ماما. اه شو اشتروا لك؟ اشتروا لي جنطه. خلني اشوفها. يصير يشوفها. اه حبيبي بيش هاي جنطه؟ هاي 35 مدري بيش. بيش؟ 5 مدري بيش. وبعد شو اشتروا لك ويا الجنطه؟ اشتروا لاخوتي امينه. اي عافيك عافيك. سبع. تبي اصف؟ ثاني. سبع سبع. شلونك؟ شلونك حبيبي؟ اخبارك؟ اهلا وسهلا. ابو منو؟ ابو مصطفى. والنعم والنعم منك. هم جاي تشتري اغراض للاولاد؟ ان شاء الله. ان شاء الله. بعد المدارس. اي والله مدارس. شوف هاي شاهدنا. اي هذا شو والله مسوق هذا عسكري. شنو الاخبار؟ والله الحمد لله بخير. شلون وضع السوق؟ والله الحمد لله تمام زين مناسب. والديوانيه؟ والله الديوانيه بعد شوفت عينك هاي طبيتها وشفتها. والله انا شفتها كلش حلوه بهالوجوه هاي الطيبه صراحه. انت وجهك الاطيب. كلش فرحان تعرفت عليكم. الله يحفظك. الله يحفظك ان شاء الله. شوف وضعها افضل وافضل ان شاء الله. ان شاء الله والله. ان شاء الله. حبيبي شلونك؟ حبيبي الله يسلمك. شلون صحتك؟ طيب ان شاء الله. الحمد لله بخير نعمه الله. شنو الاخبار؟ والله نعمه الله تحت رحمه الوالي الحمد لله والشكر. نعمه منه الله. احنا شفت السوق، شفت الوضعيه، الناس كلها جايه هنا على مد خبزتها. يعني انت تشوف الوضع غلات، بطاله، خدمات ماكو، يعني احنا نفرح بشارع شهر واحد فرحتنا بس. الشهر الثاني تلقاه محفر، باقي اغراضه مدري شنو. برواتب تعبانه، سوق غالي يعني يصعدون الغراض علينا صعدوها. يعني انت تريد تبيع ما تبيع، الناس تقول لك غالي ما حيجي يسوي. وضع كلش فد مره تعبان بالديوانيه. انا شاب عمره 24 سنه، لا من وظيفه. لا اقدر اتزوج، لا اقدر اشتري لي دراجه. دراجه ما اقدر اشتري، كفي لك العباس. ليش؟ شاب عمره 24 سنه. يعني المفروض هسه انت شاب ما عنده شهاده تخصص له راتب حتى لو 200 الف بالشهر، 100 الف هم راضين بيها. هاي ما عنده شهاده. واللي عنده شهاده يطلع بعقد ب 250 الف وياخذ له سنه سنتين ويطلعه. وقسم بطلوا من وراء دورات من وراء الوضعيه التعبانه كفي لك العباس، الديوانيه كلش تعبانه. الله يعينكم. ما بيها لا خدمات لا فد شغل لا فد حتى مصنع حساي الشباب كلها قاعده عطاله بطاله كيف لك الحسين اللي يبيع العريق اللي يبيع ماي اللي يبيع مدري شنو. الناس تنطر اللي ينطر يبوق اللي ينطر يتعاطى كل شيء الشباب تحاول تسوي حتى تعيش. يعني انت افتح لك مصنع بالديوانيه يشغل لك 1000 شاب. مصنع يعني هذا يعيش له 1000 عائله. واصلا انتوا عندكم مصانع ومعامل معروفه بالديوانيه. كلها واقفة عندك معمر الطابوق هذا زين البنجلاديش والله العظيم والله العراق يطردون ها ماما شلونك؟ والله زفت الحمد لله تعبانين. شنو راتب المعين 170 تروح للدكتور 170 180 الا تطلع التحليل التحليل يعني ال 170 بيش نعيش بين فهمني. والعده عائله شاكل يعني تبهذلنت. هذا من يبي يشتغل بالصحراء مال كربلاء ها بس مصريين وهو واحد لو اثنين والعراقيين حطاهم وطردوهم وتوسل وتحرمص اللي رجعوه. ليش خالة؟ احنا اهل ارضنا اوطنا سووا لنا حل لو بس الله يسوي لنا حل. والنعم بالله والله احنا هذول الناس اللي نثق بيهم ويجون للحكومه المفروض يخدمونا. انا عندي ثلاث ولد عميان
الله يعني. وقدمت للوزارة عليها، هو اكو علاج بالخارج عليها، يقولون ما لهم علاج. هاي البارحة رحت وجيت تعبانة انا وليدي. صحة وعافية يا يما. على عين وراسه الا الله. وكل واحد 50 مليون يرادهم ثلاثة. ثلاثة ما يشوفون، وعلى مراتب المعين عايشين. ويا ريت فيك خير راتب المعين. 170. صحة وعافية يا يما. الله لا يشوفك مكروه. هلا يا حلوة. شلونك؟ زينة. اخبارك؟ هاي شلون حلوة هاي؟ انت وياها؟ تعال تعال عرفنا عليها. متابعتك طبعا. شلونك استاذ علي؟ شلونك حبيبي؟ شلون امورك؟ بارك. هي متابعتك دائما على التلفزيون. تشرف. شو اسمك انت؟ روان. روان، روان الحلوه. بيا صف روان؟ الثاني. راح اروح للثاني. يا سلام. روان يقولون الدراسه مو هالقد. صحيح هالمعلومه؟ شاطره. شاطره. كل الشاطره؟ ايه. والسعدين ماما؟ ايه. عافيه. عافيه. وعندك اخوان؟ ايه. ايه حلو. عندك اخ لو اخت؟ اخ واخت. ويا من المشاكل انت ويا من؟ ويا الاخ ولا الاخت؟ ها؟ هي حبابه حبابه. لا هم اكو شويه مشاكل مو؟ صح؟ وتساعدين امك؟ ايه. تعرفين تطبخين؟ لا لا. لا عاد بشنو تساعدين؟ اساعدها بالمواعين. عفيه. عفيه سباعيه. اي ومن تكبرين شو راح تصيرين؟ دكتوره. لا اختاري غير شيء. وهذا المجال. ها؟ شلون وضع الصحة هنا عندكم؟ على طاري الدكتورة. مستشفياتكم. تمام تمام. تمام؟ يلا صحة وعافية. شكرا حبيبي. عمود عفو العام. اخوان المساجين. خطية ايوه. جاي يتابع كان شو ماكو. يعني احنا نضم صوتنا صوت الاخ. فعلا يعني احنا رحنا وشفنا السجون ورحنا اكثر من سجن. الزنزانة الوحدة المخصصة لشخصين شفنا بيها 6 و7. الأماكن والقاعات اللي مخصصة ل 100 و 150 شفنا بها الآلاف، وشفنا معاناة يعني أكثر من هذا العدد الكبير والمخصصينهم يمكن طبيب أو طبيبين، وهم لازم أطباء بشكل مستمر، لأن شفنا أمراض داخل هذه السجون بالإضافة إلى متطلبات بالعفو العام. بأي منطقة قاعد نروح عفو العام، ليش قاعد يتأخر؟ ما أدري والله. شفت مقطع لك الجماعة اللي بالسرة، قلت شنو دعوتك شنو؟ قلت 20 سنة و15 سنة وتابعك أنا. ذولا طلعوا أنت التقيت وياهم؟ طلعوا ذولا؟ إحنا طلعناهم بالتلفزيون قالوا هذولا مهيئين يردون يطلعون. كذا ودعتك. إي بس بعد ورا التصوير. كل إعلام هذا. ورا التصوير إحنا ما نعرف. كل إعلام. كنت وصل صوتك للبرلمان وللعفو العام كنت يطلعون. الله يعينكم. إي والله. شكرا جزيلا. شلون الديوانية؟ والله الحمد لله. زينة؟ هاي الديوانية. اي شنو جيت هنا اليوم؟ جاي السوق والله اروح البيت. سوقت مال المدارس؟ مدارس وملابس. اي ضروري. وهاي وليدك؟ لا لا ما عاد. تشرب بيك. بعد يلا سلمنا على الاهل. بعد قلبي مسكون العفو العام ان شاء الله. توصله. قل له مو قطعة. مو قطعة هو ما قطعة. بسلم ناشدك على مود قناة الراتب مال الرعاية صار له 5 سنوات مقدم عليه ولحد الان ما طالع. 5 سنوات ضبط صار مقدم عليهم. غريب والله يعني هذا مال موضوع الرعايه والتاخير، ودائما احنا نوديه لهم الارقام ويقولون احنا في استعداد وقاعد نتابع، وما نعرف شنو هالتعطيل هذا والتاخير. الله يخليك. مؤسف يعني. عرض يمشي. لا عده عرض يمشي اقول لك. ما عندك عرض ما اي ما عده عرض ما يمشي. زين انا لو عندي 600 اشتغل بيها، اشتري لي 600 اشتغل بيها. علي من اطيش 600. مو صح لو غلط. الله يعينك يا حبيبي. زين احنا قاعدين بالايجار وشغلتنا تعبانه كلش تعبانه الله وكيلك. شكرا جزيلا. بس انا قلتك على الشوارع. اي الشوارع مال الجماهير العسكري والشربي ذاكم شارع عظم فاتوا بالدراجه وما يدري انقلب ابو سيا ابو لورس حقه. شوارع الطسات وانا اقول لك طسات وظالمه وبس اذنعت بس مو ناس تدخل بيطلون الشارع مال العسكري هاي الوحده. شكرا جزيلا. عفوا. شكرا. يلا احنا وصلنا لختام حلقتنا. طبعا احنا كنا نتمنى نتعرف على تفاصيل اكثر بمحافظه الديوانيه ونشوف الشكل افضل بهذه المحافظه، بس للاسف تقريبا معاناه الناس مثل ما سمعتوها، يطالبون بتوفير الخدمات، التفاصيل الصحيه، الجانب التربوي، وبالإضافة إلى إعادة النظر في موضوع ترتيب السوق والشوارع. شلونك عمي؟ أخبارك؟ طيب؟
شلون امورك؟ شلون الديوانيه؟ بعد لا الديوانيه ان شاء الله تبشر بخير. والله تبشر بخير بهالوجوه الطيبه. الله يسلمك. الله يسلمك. شلون وضعها؟ اريد تحكي لي شلون كانت وشلون صارت؟ والله وضعها الان هب تشوف انت وضع يعني تقريبا سيء. ليش؟ هاي بعد هلا يعني ناس فقره ماكو لا تعيين لا شوارع هاي شلون باعوا لها شلون قدره ماكو عمل بيها ماكو عمل يرفع الراس بيها ماكو يعني حرامات يعني شلون مهمله جدا مهمله ماكو واحد يرعاها يعني للاسف والله للاسف. ان شاء الله اشوفها بافضل صوره وافضل حال ان شاء الله بجهود رئيس وزراء السودان ان شاء الله يلتفت لنا ان شاء الله يريد التفاته من عنده للمحافظة أكيد يعني هذا بالتالي هي منطقة عراقية وتستحق الاهتمام إلى حق طبعاً إلى حق لحق مواطنين ومواطنين أقحاح يعني مو أقحاح عراقيين يعني صحيح بالفعل هاي. مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا شكراً جزيلاً لأهاليتنا شكراً جزيلاً ببيتك عامر بيتك عامر ها كهرباء شبيها الكهرباء مو زينة صدق الكهرباء ما في كل شيء ما عندكم أبد كهرباء وضع تعبان جدا الله يعينكم المولدات صعدوها ساعة يسوون أضراب ساعة يسوون ساعة كذا نهونا يعني الله يعينكم واليوم يشرفوا لنا خل لا بيتك عامر تسلم شنو عندكم هنا مناطق انتم كشباب ترحون بيها؟ والله ترحون بيها مثلا مقاهي اشياء والله ماكو يعني حاله مزري يعني كلش حرامات اي والله حاله مزري كلش يعني ماكو والله ما عندنا يعني احنا شباب ما عندنا مكان نروح بيه اي والله الله يعينكم الله يعينكم حبيبي علاوي يا حبيبي انتم من يا منطقه؟ احنا من شلبيه حضرتك؟ من السنيه اي شلون وضع مناطقكم؟ صفر كلش ماكو ماكو غير الكوفيات فقط وهاي الشباب احنا اللي نعول عليهم خلوهم بس على هالكوفي واشرب نرجيله وارجع لي ورا غير النرجيلات هاي ماكو ساتر علي بس هي حرامات كل شيء ماكو والله لا عمو شلونك الحمد لله شكرا. اخبارك والله الحمد لله شكرا شويه ما عندنا لا كهرباء لا موي لا هاي شغله تعبان فرد مره نشتكي كل ماكو كل جواب ماكو شنو شغلك عمو متقاعد انا اي الله يعينك متقاعد هاي حرامات هاي الديوانيه لازم بيها خدمات وبيها وابي تقصير حرامات اي ماكو احد حتى ما يجي ما الواحد يروح للمحافظ يروح للمناطق يسوي كشما عم تتذكر بوقتكم يعني بذاك بالشباب ولو تبعدك شباب لحد الان لا شباب ما تقول لي لا شباب وين شباب صدقيني شباب انا جد هسه جد اي ما يخالف عمو وين هسه شباب بعد لا انت تزوجت من وقت هسه عندي احفادي ما شاء الله اي فبذاك الوقت كنتوا شباب يعني تتذكر هناك كان اكو معامل واكو مصانع والمزارع لان كلها تشتغل يعني اذا لو رجع يشتغل على الاقل الشباب هاي تشتغل هي شو تسوي هاي ظروف الدنيا ظروف الدنيا حكمت عليها الناس كلها يعني كل من عنده شهاده وعنده كل خلص الشهادات قاعدين يعني هاي خطيه وهاي كسر الخاطر اي والله حرامات يعني وين لو عنده فلوس يطلع له يروح الامارات او تركيا يعيش حرامات احنا بلد غني وثري اغنى بلد بالعالم اغنى بلد لكن لما جو الثمانين دول يسوون المسح مال النفط شافوا النفط بالديوانيه هواي خير من الله حضاره بها الديوانيه نبي شعيب بها نبي اسحاق بها نبي مدين بها طريق الحمزه هذا ابن الكاظمي مقام يونس بن عفيش سيد هارون بالدغاره يعني هواي عندنا محابس بس كم دين مغطيها يعني تجي تسوون حضارات وهاي تنقلب الديوانه كلش بالشغل طبعا إيه؟ حركه تصير بيها لها علاقه بالتراث الاثار الاماكن الزياره الدينيه نبي شعيب بيها نبي شعيب نبي اسحاق بصفه نبي مدين طريق الحمزه كلمه راح للسماوه هاي من على الدغاره على الكوت سيد هارون بالدغاره نبي يونس عفج يعني وعدنا حضارات واي ابن الكاظم هذا موسى بن جعفر البعاج ما مهتم به حرامات ايش عجب يعني احنا عندنا هسه افضل انجاز بالمحافظه هذا المجسر صار له 15 سنه ما مكملين هذا افضل انجاز للمحافظين السوابق والحاليين وبعد ما كامل مجسر خلال هذا اللي من الطب فرصه سعيده عمو مشكور صحه وعافيه طريق يا حسين ذبول السبيسات وقالوا فتحناه وصورهم وهم من وينك الديوانيه تعتبر منكوبه ام التراب
والوساخه وال يعني هاي بيان من الشوارع المشاي يمنا بطريقنا يعني السماوه الناصريه العماره يعني قالوا معقوله كهرباء ماكو كهرباء يعني ثلاث ساعات اربع ساعات يلا يعطيها ساعه لساعة ونص هاي خدمات ماكو هذا جسر صار له 15 سنه هذا منها شارع طب هذا مال جند المجهول مبارك يجي بس على الفقير ارجع شيل غراضك شيل منه ما ادري شنو بس زين كل شيء ماكو لا مكان ترفيه لا أبد. بس الكوف وياك الله وكيل بك الله يسمعونا ويقولون بلكت والله اي والله كلش حاله تعبان اي وتستحق الزياره وتستحق الاهتمام وتستحق هاي الشباب تشتغل يعني محافظه طيبه وناس اوصلاء وعمرنا ما شفنا من عندهم الا الخير والبركه من الديوانيه صغيره وناس طيبه يعني كلها تبدا غريب والناس عايشه ببساطتها بس هالخدمات هسه كل محافظه يعطوها خدمات ويشتغلون هسه سماوه تخبل صارت الناصريه ليش الديوانيه من دون محافظه هاي النجف هسه كنت تجي الظهر التراب ما تقدر هاي هنا لين تشوف واحد تسوق المحلات صف ثاني بشارع العام التراب ما تقدر تشوف ونقول لك الله يبيك شكرا الله يخليك هسه تقولون كل شويه يقول هذا اخر لقاء والختام بس شو نسوي احنا لازم نوصل اصوات الناس شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعه وان شاء الله اللقاءات القادمه في الديوانيه او في باقي المحافظات بالشكل المطلوب اللي لازم يتمتع به ابناء هذه المحافظه الطيبه وان شاء الله تكون اكو اكثر من ورشه عمل واكثر من خدمات تقدم لهم حتى يستمتعون بخيرات هذا البلد التقي بكم بحلقات قادمه على حب الله والوطن.